بكم مشاهدينا ولقاء جديد مع مساحة للرأي. في خطوة لتعزيز التعاون بينهما ضد الصين، تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بأكبر خطوة لتحديث التعاون الأمني مع اليابان، وذلك منذ توقيع معاهدة التعاون المشترك عام 1960 والتي تنص على الدفاع المشترك ما بين الدولتين. تأتي هذه الخطوة المهمة بين الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وسط أجواء غير مستقرة من الناحية الأمنية في آسيا، فنجد الصين والموقف الواضح تجاه تايوان، وأيضا نجد ما يحدث من أحداث خاصة بتفعيل وتطوير الأسلحة الصاروخية والنووية في كوريا الشمالية. ما هو تأثير هذه الخطوة التي يتم اتخاذها في تطوير وتحديث الدفاع الأمني ما بين الدولتين، ما بين الولايات المتحدة الأمريكية واليابان، وما هو المردود الخاص بهذه الخطوة؟ كل هذه التساؤلات سوف نلقي الضوء عليها اليوم من خلال حلقتنا في مساحة للرأي، والتي يسعدنا أن تكون ضيفتنا فيها الدكتورة سارة كيرة، رئيس المركز الأوروبي الإفريقي للدراسات المتخصصة في الشأن الأوروبي. أهلا بحضرتك معنا. اسمح لنا أن احنا نبدأ حوارنا، ولكن في البداية هنتوقف مع حضرتك ومع كل السادة المشاهدين لمتابعة هذا التقرير، نعود بعده مباشرة. في إطار خطوات لمواجهة النفوذ العسكري والسياسي المتوسع للصين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، تناقش اليابان والولايات المتحدة في سبل تعزيز التعاون العسكري، وذلك بعد التقارير أفادت بأنه من الممكن تعزيز العمليات الأمريكية في البلاد. وبالرغم من أن البنتاغون بعيد عن اتخاذ أي قرار، لكن اليابان والولايات المتحدة حريصتان على تعزيز العلاقات للرد على ما يعتبرونه تهديدا متزايدا من الصين. ونقلا عن مصادر دبلوماسية أمريكية، إنه سيتم الإعلان عن مراجعة الاتفاقية الأمنية للحلفاء في قمة الأمريكية اليابانية الشهر المقبل في واشنطن. ومن جانبه قال المتحدث باسم الحكومة اليابانية إن بلاده تناقش مع الولايات المتحدة سبل تعزيز التعاون مع القيادة والسيطرة من أجل تعزيز قابلية التشغيل البيني والاستعداد. وفي تحبير لها أن الصين تشكل التحدي الاستراتيجي الأكبر لأنها يعمل اليابان على زيادة الإنفاق الدفاعي بما يتوافق مع معيار حلف شمال الأطلسي الناتو بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027. هذا بالإضافة إلى تشكيل فريق مشترك أمريكي ياباني دائم في اليابان لضمان تنسيق عسكري أوفق، حيث يتعين على اليابان حاليا التعامل مع القيادة الأمريكية في المحيطين الهندي والهادئ ومقرها هاواي لاتخاذ القرارات المختلفة، بينما لم يتم اتخاذ قرار بشأن أي شيء فيما يتعلق بهيكل الجانب الأمريكي، بما في ذلك تعزيز مهام القوات الأمريكية في اليابان الحليف الرئيسي للولايات المتحدة والتي يتمركز فيها 54,000 جندي أمريكي. مرة أخرى معكم مشاهدينا، وكما تابعنا من خلال التقرير تعزيز التعاون المشترك ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين اليابان لمواجهة الصين وما يحدث من تأثير لهذا التعاون. خلينا في البداية نعيد الترحيب مرة أخرى بضيفتنا الكريمة، مرة أخرى مع دكتور سارة كيرة، رئيس المركز الأوروبي الإفريقي للدراسات والمتخصصة في الشأن الأوروبي. أهلا بك يا دكتور. أهلا بحضرتك. هذه الخطوة المهمة اللي بالتأكيد لها تأثير كبير جدا على كافة الأحداث والحركات الجيوسياسية في هذه الفترة، الأسباب التي أدت إلى زيادة هذا التعاون في هذا التوقيت، خاصة بعد مرور أكثر من 60 عام على يعني المعاهدة التي تنص على الدفاع المشترك ما بين البلدين. وأولا نبذة تاريخية سريعة كده عن شكل العلاقات العسكرية ما بين اليابان والولايات المتحدة. بعد خسارة اليابان في الحرب العالمية الثانية أجبرت على أن يكون اليابان ما عندهاش جيش. أجبرت من مين؟ من الولايات المتحدة، لأن كانت اليابان بجيشها بعقيدتها العسكرية تمثل شوكة في ظهر الولايات المتحدة في الحرب العالمية الثانية، فكانت يعني حابة
تكسر هذه الشوكه بالقنبلات القنابل النوويه هيروشيما وناجازاكي. وده اللي فعلا كسر هيبه العقيده العسكريه والجيش الياباني. ومنذ حين وهي تستظل بالمظله العسكريه الامريكيه. عشان يكون بس عند المشاهد خلفيه ليه النهارده بنتكلم تعاون عسكري ياباني بين الولايات المتحده واليابان. اليابان ما عندهاش جيش، هي بتستظل بالحمايه العسكريه الامريكيه. مع تزايد صعود النفوذ الصيني في مناطق مختلفة من العالم وخاصة في آسيا، والتطلعات الصينية للطلوع على بحر الصين الجنوبي وصعود نفوذها سواء في أمريكا اللاتينية، في أفريقيا، في أوروبا، وخاصة صعودها اقتصاديا، بالتالي ده انعكس على شكل العلاقات الأمريكية اليابانية. ابتدى يكون في دفع بزيادة العمليات المشتركة العسكرية والمناورات والمساعدات ورفع الحظر. اليابان كان عندها أو لازال عندها يعني قانون وهي بترفع الحظر من عليه دلوقتي بعدم المساهمة في تصدير الأسلحة للخارج أو استيرادها. كل ده ابتدى ياخد بوش من الأمريكان في ناحية زيادة تسليح اليابان. يعني المعاهده تم توقيعها ما بين الولايات المتحده الامريكيه واليابان منذ عام 1960، هل ده بيقول ان بالفعل لمواجهه الصين بتتخذ الولايات المتحده الامريكيه اليابان ربما كراس حربه، ربما كعامل مساعد لمواجهه الصين في هذا التوقيت؟ احدى العوامل هي دلوقتي امريكا عندها استراتيجيه لتحويط الصين في منطقتها. الصين جغرافيتها ان هي بتقع على بحر اسمه بحر الصين الجنوبي وتحتيه سلسله من الجزر. منها الفلبين واندونيسيا وتايوان واليابان. اليابان نفسها عباره عن سلسله جزر. فحتى كانت الصين بتحاول ان تدفع النفوذ الامريكي بعيد عن الفلبين ولم تنجح. من ساعه ولايه اوباما وهو مركز في الصين، يعني دايما يؤخذ على اوباما بالاخص انه كان سايب الشرق الاوسط ومركز في محور مواجهه الصين. فالنهارده زي ما بقول لحضرتك ان مع تزايد صعود النفوذ الصيني خلاص بقى في حاجه ملحه، في ضروره وفي زي يعني بلغتنا خناقه ما بين الصين وامريكا على نفوذ سلسله الجزر اللي تحت الصين جنوبا. وللاسف امريكا هي اللي كسبت في هذه، يعني كسبت في انها تحتوي هذه الجزر. وبقى احنا النهارده عندنا مباشره الاسطول الامريكي في البحر الصيني الجنوبي بيواجه مباشرة الأسطول الصيني. مع زيادة التدريبات العسكرية والمناورات الصينية حوالين جزيرة تايوان اللي هي منطقة نفوذ كبيرة أمريكية في مواجهة الصين، مع إنها هي جزيرة قد كده بس طبعا فيها صراعات قوة اقتصادية رهيبة تحت سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية. فبالتالي النهاردة مع زيادة النشاط العسكري الصيني حوالين تايوان بالتالي في زيادة نشاط ودفاع. النهاردة سمح لليابان ان هي يكون عندها حاجة اسمها قوات الدفاع الذاتي، دي مش جيش بس علشان يكون في، ولكنها على غرار او بتقوم بنفس الاداء الخاص بما تقوم به القوات داخل الجيش بالاشتراك مع الولايات المتحده. يعني ليهم مسموح ليهم ان هم يكونوا في الاسطول الامريكي في المحيط الهادي، مسموح يعني ليهم شويه، يعني هنقول نواه جيش بس هي مش جيش كامل مكتمل. بس نواه جيش تحت لسه تحسبا زي ما نقول ان امريكا بتدفع باليابان ان هي تكون جيش تحت
سيطرتها لمساعدتها في مواجهة الصين إن لازم الأمر. ولكن بالتأكيد مع كل هذه الخطوات الصين أيضا بيكون لها الرؤية الخاصة بها، بيكون لها رد الفعل لبيان أيضا ما يدور منها. رد الفعل الصيني وتأثيره على هذه الخطوات. ده الصين هي الفعل. ده الولايات المتحدة هي اللي جاية هي اللي رد الفعل. ما هو لكل فعل رد فعل يعني. بس يعني واضح ان الولايات المتحدة عايزة تفضل الصين فعلا، بس مع دخول روسيا اوكرانيا والحرب على غزة فعلا الولايات المتحدة مش عارفة تفضل الصين. الفعل الاساسي بتاع الصين هو توغل نفوذها في افريقيا وفي منطقة اهم من افريقيا بقى بالنسبة لامريكا، امريكا اللاتينية. اللي هي بيسموها الباك يارد للولايات المتحدة. اللي هي كل الدول اللي تقع في قارة امريكا الجنوبية. الصين اكبر مورد للاستثمار الاجنبي المباشر الـ FDI للدول الامريكا اللاتينية، اللي طالما عانت من اهمال امريكي وتقصد لافقارها واستغلال مواردها. النهاردة الصين بتفتح علاقات كويسة جدا مع اكتر الدول اللي عانت من علاقات قاسية مع الولايات المتحدة زي هندوراس. طبعا برازيل اكبر مورد ليها تجاري، اكبر شريك تجاري ليها الصين، ودي اكبر دولة في امريكا من ناحية الجغرافية في امريكا اللاتينية. هندوراس، فنزويلا، تقريبا جميع الدول. هل نقدر نقول ان هذه القوة الاقتصادية التي تمتلكها الصين الان هي يعني هي السبب الاول ياتي في المقدمه مواجهه هذه القوه الاقتصاديه التي تزيد يوما بعد يوم؟ وبالتالي مع القوه الاقتصاديه تزداد القوه العسكريه ايضا بشكل اساسي. هل ده هو المحرك الاساسي لهذا التحديث او زياده التعاون المشترك وبالتالي للحد منه او لايقافه باي شكل من الاشكال؟ طبعا يا فندم النهارده الصين بتقدم نفسها كقوه تسعى ان هي تكون الاقتصاد رقم واحد. لازالت الولايات المتحده الاقتصاد رقم واحد في العالم، ولكن الصين تسعى ان هي تكون الاقتصاد رقم واحد، ثم بالانفاق العسكري وتطوير الاسلحة وتقديمها في السوق العالمية للسلاح. النهاردة الصين بتطلع كقطب اخر موازي للولايات المتحدة، وهي الصين بالتحديد. يعني الناس بتقول روسيا، لا مش روسيا، هي الصين النهاردة. روسيا موجودة داخل يعني احنا النهارده بنقول لو العالم اصبح متعدد الاقطاب مره اخرى، فهنقول النهارده قطب في الصين وروسيا وقطب في اوروبا والولايات المتحده وكل حلفائهم على هذا الجانب وكل حلفائهم على هذا الجانب بيسعوا لتكوين نظام اقتصادي كامل، نظام مالي عالمي كامل. بيحاربوا البترودولار، بيحاربوا وبيطوقوا بعضهم في المناطق المختلفة من العالم، وبيسعوا لمد نفوذهم أكتر وأكتر في مناطق مختلفة من العالم كما تفعل الولايات المتحدة. نعم، ولكن يعني نستطيع أن نقول أنه بالرغم من يعني ما يحدث من تأثيرات أو محاولات لسيطرة كل دولة أو زيادة نطاقها الاقتصادي، ولكن هناك المصالح المشتركة التي تجعل ما بين البلدين دائما علاقات مستمرة. ماذا عن مصالح الولايات المتحدة الأمريكية اليوم في بحر الصين؟ أولا أول مصلحة هي مواجهة الصين، مواجهة مد النفوذ الصيني. الصين يعني حرفيا كانت بتدفع خارج بحر الصين الجنوبي كده أمريكا براه. أنا من حقي يبقى ليا منفذ، أنا من حقي يبقى ليا حق التواجد عسكريا وتجاريا. خلي بال حضرتك إن في مبادرة الحزام والطريق. فالنهارده المسار التجاري بتاع الصين لازم بيعدي من بحر الصين الجنوبي بجانب كل الدول كمان، الدول اللي هي عبارة عن سلسلة جزر اللي بتحوطها منها أمريكا.
فالنهارده هو لازم يكون في تعاون ما بينهم في بعض الملفات طبعا، يعني لما نيجي في المناخ بيقعدوا في، لكن في النواحي الاقتصاديه ايضا، في النواحي الاقتصاديه هم بيحاولوا هي الحرب بدأ من بدري قوي، يعني بدأت من حرب العملات، حرب ابتدت في التصاعد، امريكا عماله تحوط السيطره الخاصه بيها لم تزدها، وايام ترامب حرب التعريفه الجمركيه. نعم. يعني هم عمالين حرفيا يلعبوا بعض اقتصاديا وتجاريا وسياسيا، دلوقتي الاخطر عسكريا. ولكن تأتي يعني التحالفات ما بين الدول زي ما احنا شايفين الولايات المتحدة الأمريكية واليابان، هناك الصين وكوريا الشمالية. كيف يكون السيناريو وما هو المتوقع، ليس من جانب السيطرة فقط ولكن من جانب التداعيات أيضا على الأحداث؟ لأن خلينا يعني نقول أن كل ما يحدث في الدول العظمى أو الدول القوية اقتصاديا يؤثر بشكل او باخر على باقي الدول. فما هو المتوقع؟ هل متوقع ان تنجح هذه السيطره الامريكيه اليابانيه ضد الصين وكوريا الشماليه؟ هي مش بس امريكيه يابانيه، دي امريكيه يابانيه اندونيسيه فلبينيه. نعم. هم 100 حلف انهم يعملوا، بس هو هي الدول دي فيها القوي اقتصاديا زي اليابان. يعني طبعا فلبين واندونيسيا مش قوي، بس هم جغرافيا دول صغننه جدا يعني، ولكن لهم تاثيرهم بالتاكيد، لهم تاثيرهم في تطويق الطريق التجاري الصيني. نعم. هي عمرها ما توصل لمواجهات عسكريه، بس هي لغايه دلوقتي محاولات لتطويق الموضوع، مناوشات نقدر نقول، واستعراض قوى، واستعراض قوى. ويعني مثلا الصين واليابان من سنه ابتدوا يكون في بدايه توترات على حكايه مثلا مياه فوكوشيما، ان حصل التسونامي في اليابان غرق مفاعل، يعني مفاعل نوويه عندهم، وكانت كارثه طبعا. فالميه دي النهارده هم بيسربوها لبحر الصين الجنوبي، الصين ابتدت تقول لا مش هاخد السمك من اليابان، اليابان بتعتمد اقتصاديا او تجاريا على تصدير الاسماك بتاعتها. فالنهارده المناوشات انها تطلع من مجرد تجاري اقتصادي على تعريفات جمركيه للعسكري، هم اذكى من ان هم يواجهوا بعض عسكريا. بس من الناحيه الجغرافيه لا، الصين تاكل كل الدول اللي حواليها، كوريا الشماليه طبعا. ولكن المتابعة لكافة الأحداث وكافة اللقاءات ما بين الدولتين مستمرة، خاصة في ظل توقع الزيارة أو انتظار الزيارة ما بين جو بايدن ورئيس الوزراء الياباني في الشهر المقبل بإذن الله. ماذا عن هذه الزيارة وتوقعاتها نعرف مع حضرتك، ولكن بعد هذا التقرير. من جريدة الجمهورية، فكتبت تقول انه في سباق جديد للتسلح والاستعداد لحرب محتملة ومواجهة التهديدات الناشئة. اعلنت واشنطن وطوكيو عن تعزيز كبير لعلاقاتهما العسكرية ورفع مستوى وضع القوات العسكرية الامريكية في اليابان، بما في ذلك تمركز وحدة بحرية مدعومة بامكانات مخابراتية متقدمة وقدرات مراقبة وقدرة على اطلاق صواريخ مضادة للسفن. وفي جريدة اليوم السابع، ان الجيش الامريكي يعزز مهام مقر قيادته في اليابان من اجل مواجهة التهديدات الامنية التي تشكلها الصين وكوريا الشمالية. فهذه الخطوة تأتي في الوقت الذي عززت فيه اليابان والولايات المتحدة علاقاتهما الدفاعية مع البيئة الأمنية في آسيا التي أصبحت طاغية مستقرة وسط التطوير المستمر للأسلحة الصاروخية والنووية في كوريا الشمالية. بينما كتبت جريدة الشروق أنه بهدف تعاون أكثر سلاسة
مع قوة الدفاع الذاتي اليابانية في مواجهة التهديدات الأمنية التي تشكلها الصين وكوريا الشمالية. عززت الولايات المتحدة الأمريكية واليابان من تعاونهما العسكري، ومن المقرر أن تنشئ اليابان مقرا مشتركا لقيادة قواتها البرية والبحرية والجوية بحلول نهاية مارس 2025. وأخيرا تشير صحيفة الخليج إلى أن الهدف المنشود هو مواجهة التوسع العسكري للصين ونفوذها السياسي في منطقة آسيا والمحيط الهادي، حيث تعمل اليابان على زيادة انفاقها الدفاعي لتلبية معايير حلف شمال الأطلسي ناتو بنسبة 2% من إجمالي ناتجها المحلي بحلول عام 2027، وتمثل الصين أكبر تحدي استراتيجي لأمنها. عودة مرة أخرى معكم مشاهدينا، وبنستكمل لقائنا مع مساحة للرأي. تابعنا التقارير الصحفية حول تعزيز التعاون ما بين الولايات المتحدة الأمريكية واليابان. بنعايد الترحيب مرة أخرى بضيفتنا الكريمة الدكتورة سارة كيرا، رئيس المركز الأوروبي الإفريقي للدراسات والمتخصصة في الشأن الأوروبي. كنا نتحدث قبل أن نطلع على التقارير الصحفية عن الزيارة المرتقبة ما بين جو بايدن الرئيس الأمريكي وما بين رئيس الوزراء الياباني. ما هو المتوقع لهذه الزيارة؟ هما مبدئيا هيحطوا بوادر الخطة العسكرية لغاية دلوقتي، ان هما هينشئوا يعني قوات مهمات عسكرية. هل المهمات دي بقى هتكون خاطفة عمليات عسكرية؟ ده هيبان بعد اللقاء. بس بوادر المقابلة او الاجتماع اللي هيقعدوا فيه وفي عشاء وكل ده، ان طبعا هما الصين بتعمل بمبدأ اسمه الصين واحدة او وان شاينا. ما هي وان شاينا دي مجنناهم، الصين واحدة دي مجنناهم، معناها انها ممكن تضم تايوان في اي وقت. بس ضم تايوان ليس بالساهل برضو، فاكيد هيكون في بوادر لخطة عمليات مشتركة أمريكية يابانية. ده سو فار أو لغاية حتى الآن اللي معروض للصحافة، اللي طبعا منها تحليلات. فحتى الآن البوادر إن هم هيحطوا قواعد المهام العسكرية المشتركة اليابانية الأمريكية. ليه بيعملوا كده؟ بيواجهوا حكاية مبدأ الصين واحدة. أصل الصين واحدة دي يعني هتضم تايوان. تايوان دي فيها صناعة الرقائق الإلكترونية في العالم كله. إحنا ممكن ما يبقاش فيه إنترنت ولا يعني الدنيا كلها التكنولوجيا الحديثة كلها، يعني التكنولوجيا الحديثة كلها. فالموضوع مش بالسهولة دي، ولكن ممكن يكون زي ما بنقول كارت إرهاب للصين، إن إحنا هنطوقك وهنساعد وهنمد اليابان وهنديها صواريخ توماهوك وهنديها حاجات حديثة. طيب هل نقدر نقول انه ممكن يفتح باب مفاوضات مشتركة بعد ذلك؟ طبعا هو جو بايدن اخر مقابلة لي مع رئيس الصين كان بيتكلم في تعاون وزيادة التعاون. بس النهاردة الخطوات الامريكية دي تدل على توحش الصين وقلق امريكي حقيقي فعلا من الصين. لما تعمل سلسله جزر يعني اتفاقيات عسكريه جيوستراتيجيه مع سلسله الجزر التحتيه، بس معلش برضه يعني دي في منطقتها، الصين في منطقتها. ولكن لابد دائما ان يكون هناك قراءه واستطلاع للسيناريوهات المتوقعه. دائما ما نبدأ بها قبل حدوثها، يعني فما هي السيناريوهات المتوقعة نتاج يعني هذا الزيادة أو هذه الزيادة في التوسع في الدفاع الأمني ما بين الولايات المتحدة وأمريكا وعفوا واليابان، وما بين الصين وتفوقها أو استمرارها في زيادة القدرة الاقتصادية والعسكرية الخاصة بها. هو زي ما حضرتك قلتي هتوصل ان في الاخر يقعدوا على طاولة المفاوضات، لان في ميزان قوة محقق. ده يمكن يعني في انتشار كبير جدا للقوات الامريكية في كل المحيطات وفي العالم كله، واعتقد ان القوتين بقى مش هنقول الدولتين، القوتين دول اذكى من انهم يواجهوا بعض
مباشرة عسكريا، ده بعيد شوية. توترات استعراض قوى تجبرهم في الآخر يقعدوا على طاولة المفاوضات، أوكي، بس ده برضو واقف على الانتخابات الأمريكية اللي جاية. حقيقي يمكن في ظل كل الأجواء اللي بيعيشها العالم، يعني الأحداث الجيوسياسية وتطوراتها، دايما بنجد أن هناك ارتباط ما بين كل هذه الأحداث بشكل أو بآخر، ربما يكون بطريقة مباشرة أو بغير مباشرة. تأثير هذه التوترات على الكيان العالمي وعلى إعادة ترتيب الكيانات الدولية سواء عسكريا أو اقتصاديا، هل ممكن أنها يتأثر خلال الفترة القادمة بشكل أو بآخر؟ هو متأثر بالفعل. إحنا دلوقتي عندنا منظمة التجارة العالمية قدامها وصندوق النقد الدولي وكل الكيانات المالية طبعا السياسية، المؤسسات الدولية، المؤسسات المالية والسياسية قدامها البريكس، قدامها بنك التنمية التابع لمنظمة البريكس. فاحنا النهارده بنواجه خلاص، هو فعلا النظام العالمي متأثر وانقسم. كانت أمريكا تدير العالم وتنشر قواتها في كل مكان، بدأت الصين في الصعود بالاقتصاد وتسعى اقتصاديا وتجاريا. النهارده دخلنا في مرحلة بسط نفوذ ودخلنا في مرحلة استعراض قوى عسكري. فالعالم بالفعل خلاص بياخد شكل جديد، ده بالفعل، ده خلاص، ده فرض نفسه. بس كل قوة وكل قطب، هنقول هنا بقى ايه حدودها. النهاردة احنا شايفين ده قائم في الصراعات الحالية. روسيا تسعى لان هي تواجه الناتو، انها دخلت لغاية نص اوكرانيا وقالت الحتة دي بتاعتي. الصين بتناوش انها الصين واحده، يعني على فكره المبدا ده مجنن امريكا، الصين واحده دي ده خطر قائم، لانها بتخشى على قوتها الاقتصاديه زي هي متاثره بشكل كبير جدا اقتصاديا بعدم وجود توان ضمن الصين. طبعا بس هيتم ده ازاي؟ هنا ممكن يقعدوا يتفقوا الميزان في القوة، حطب هو اللي هيتصدر قيادة أي نوع من القوة؟ كله اقتصاديا، أي القوة العالمية بتحسب بالاقتصاد وطبعا مدى التبادل التجاري العالمي والإنفاق العسكري والانتشار العسكري أيضا والتواجد في كافة الدول. يعني القوى الاقتصادية لا تنحصر فقط داخل الدولة ولكن تمتد أيضا لوجودها وتأثيرها على باقي الدول. ما زالت الولايات المتحدة اقتصادية لا زالت، ولكن الصين تمثل تهديد كبير. خلاص هي قطب آخر. يعني علينا أن ننتظر على الأقل بعد اللقاء المرتقب ما بين الرئيس الامريكي جو بايدن وما بين رئيس الوزراء الياباني لمعرفة ما هو الجديد وما هي السيناريو الذي تم وضعه بالفعل بعد اللقاء. هيتم توضيح ده ولا ممكن يكون برضو في طي الكتمان غير معلن بشكل واضح بعد الاجتماع؟ بعد الاجتماع وربنا يستر ان شاء الله. يعني هذه الاحداث اللي بتؤثر بشكل او باخر ليس فقط على الدول المشاركه فيها، ولكن الاقتصاد بيؤثر على العالم كله، كل الدول بتتاثر وخاصه بالقوى العظمى اقتصاديا. وهننتظر ونرى ما يحدث باذن الله. بشكرك شكرا جزيلا دكتوره ساره كيرا رئيس المركز الاوروبي الافريقي للدراسات والمتخصصه في الشان الاوروبي. نورتين. شكرا جزيلا لحضرتك. بشكر كل اللي تابعونا. ده كان لقائنا مع حضراتكم اليوم في مساحة للرأي. نلتقي دائما على خير ان شاء الله.